السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وسلام. النهارده ان شاء الله بناء على طلب احد متابعتها من معاكم الموديل اللي شايفينه قدامكم، اتمنى الفيديو ينول اعجابكم واتمنى لكم مشاهده ممتعه. كميه القماش اللي هحتاجها هيكون عندي من مترين ونص ل 3 متر من القماش، وهشتغل على الباترون المسطح العادي. هشتغل على مقاس 52، عندي مقاس 52 دوران الصدر 104، هضيف له مقدار الراحه 8 سنتي، هيبقى 112. ال 112 هقسمها على 4 علشان اشتغل على الربع، هيبقى 28، يعني ربع دوران الصدر عندي 28 سنتي. كمان ربع دوران الصدر هقسمه على 4 مرة تانية علشان اطلع دوران الرقبة، هيكون عندي 7 سنتي، و7 سنتي ده هيكون دوران الرقبة. عندي دوران الوسط 86 زائد 8 سنتي مقدار للراحة، هيبقى 94 على 4 يبقى 23.5، يبقى دوران الوسط 23.5. عندي دوران الهنش او دوران اكبر حجم 116 زائد 8 سنتي مقدار للراحة، يبقى 124 على 4 يبقى 31 سنتي. طول الوسط 45، 45 هقسمها على 2، يعني طول الوسط انا بستخدمه في حاجتين، في دوران الوسط في طول حردة الابط. هقسم دوران الوسط على 2 وهضيف له 2 سنتي، هيبقى 22.5 زائد 2 سنتي، يبقى 24.5، ده طول حردة الابط. عندي طول الجنب 20 سنتي، وده طول الجنب اللي هو من بعد الوسط لطول الجنب لتحت، وده اللي هريح عليه دوران اكبر حجم. طول الكتف 14 سنتي، عرض الظهر 41، وعرض الظهر ده انا هستخدم النص، يعني هيبقى 20.5. طبعا طول الموديل على حسب رغبتك وعلى حسب ذوقك. يهمنا في الموديل الجديد فيه الكولا والكم، فاحنا هنشتغل وهنركز على الكولا والكم. انا ده باترون مسطح رسميه، ده دوران الصدر، دوران الوسط. الوسط انا مخليه واسع لان ما فيهوش تقسيم كتير، يعني انا هنا عندي الوسط 23.5، ضفت له مقدار البنس بس ما اخدتش بنس، يعني مش هخيط بنس، هخليهم واسع. ضفت له مقدار البنس 2 سنتي، هيبقى 25.5 بالشكل ده، يعني المسافه دي بتاعت الوسط 25.5. ده كده الباترون المسطح، وده الامام. الخلف ممكن اعمله بالشكل ده واقصه بنفس الباترون، او اقصه من غير باترون. يهمنا دلوقتي في شغل الكولا، هحدد بداية الكولا فين. على فكرة الموديل مفهوش مرد، علشان كده تلاحظوا ان انا رسم الباترون على طول من غير مرد، من غير زيادة المرد. بس لو حابة تعدلي في الموديل وتعملي فيه مرد، هتضيفي 2 سنتي للمرد، لكن انا هنا مش ضايفة الاتنين سنتي بتوع المرد. في البداية هعمل توسيع لدوران الرقبة في حدود 1.5 سنتي بالشكل ده في الامام والخلف. طبعا العرض لما اعمل توسيع في العرض، يبقى الامام والخلف هيتعاملوا مع بعض. وهحدد بداية الكولا منين. هي بداية الكولا جاية من قبل دوران الوسط، ده دوران الوسط هحدد من قبله بشوية، يعني في حدود 5 سنتي، وهعمل فتحة 7، هعمل فتحة 7 بالشكل ده. بعد ما حددت فتحة السبعة بالطريقة دي، هقيس المسافة دي وهقسمها على 3، هنا طلعت لي في حدود 43 سنتي، يعني المسافة دي 43 سنتي. هقسم 43 سنتي على 3، هنا هعمل التلت 14 سنتي، ده 14 سنتي، وادي 14 سنتي. كده يكون قسمت الكولا لتلاتة او على 3. هاجي في اول تلت
وهشوف هعمل الكول عرضها قد ايه، يعني مثلا في حدود نص الكتف بالطريقة دي، وهاخدها هعملها بالشكل ده، وبعدين هعملها دوران. ده كده اول جزء في الكولة. الجزء التاني هجيبه من البداية من هنا واوصل بيه لحد هنا، يعني هعمله مثلث وبعدين هعمله دوران. بالشكل ده وهعمله دوران. انا هعملهم الوان مختلفة علشان بس يظهروا معايا. ده رقم 2، دي رقم 1، هاجي على رقم 3 هاخدها من التانية دي بالشكل ده، هعملها برضو مثلث بالطريقة دي. شايفين النقطة دي اللي هي اخر رقم 1، واخدها بالشكل ده وبرضو هعملها دايرة. كده يكون رسمت التلاتة. دلوقتي انا عايزة اعرف هفرغهم ازاي. طبعا رقم 1 دي اللي هي لونها احمر هاخدها من عند الكتف بالشكل ده، يعني بدايتها هتكون من الكتف بالطريقة دي. ده مش معانا. هاجي دلوقتي اجيب كيس شفاف او اي ورق شفاف عندك هتطبعي عليه التلات اكوان دول. هطبع كل واحدة لوحدها، يعني انا عندي هنا رقم 1 هطبعها بالشكل ده، وهجيب رقم 2 اللي هي باللون الأخضر، هطبعها بالشكل ده، وهجيب رقم 3 كده اكون طبعت التلات اكوان. وطبعا هعلمهم هنا اخليها من فوق يعني عشان بس يكونوا واضحين معايا لما اجي اقصهم على الكولا على القماش. انا هقصه بالشكل ده علشان اقص عليه الخلف.
كده اكون قصيت الخلف. هاجي اشيل السبعة دي اللي هي بتاعت الامام، هقص سبعة بالطريقة دي، هثبته بالشكل ده على الامام. طبعا هخلي زيادة خياطة من هنا علشان لما اجي اركب البطانة. دي البطانة برضو هحطها وهقصها معاها. ده كده الامام ودي البطانة. لو حابين تصغروا البطانة شوية صغروها عادي على حسب ذوقكم وعلى حسب رغبتكم. دلوقتي هثبت الكول على القماش. الكول انا حطيت الشفاف على ورق علشان يظهر في التصوير. كل طبقة من دولة او كل كولة من دولة هحطها على اربع طبقات من القماش. القماش ده كده مطبع على اربعة، وده على اربعة، وده برضو ادي على اتنين، هطبق مرة تانية يبقى على اربعة، وهثبت عليه الكولة بالشكل ده وهقصها. طبعا منساش اخد العلامات بتاعت اللي هي علشان لما اجي اركب الكولة تكون مظبوطة معايا. هعمل طبقتين بس من الفازلين كل واحدة. ادي الاربعة، كل واحدة هعمل طبقة من الفازلين، يعني دي هعمل طبقتين فازلين ودي هعمل طبقتين ودي هعمل طبقتين من الفازلين برضو، وهنشوف هنشطبهم ازاي. دلوقتي هنشطب الموديل. ثبتت فازلين في الجاكيت وفي البطانة بالشكل ده، وده الخلف. دي الكولة هقفلها هخيطها بالشكل ده من عند الدوران، ناحية فيها فازلين وناحية لا، وهعمل لها مقوى بالطريقة دي. دي رقم واحد الصغيرة اللي من فوق بالشكل ده، هعمل لها دوران بدل ما هي بدل ما هي هتبقى انا قصتها بالشكل ده، لا انا هعملها دوران في النص بالظبط، يعني في نص المسافة هعملها دوران والنص التاني ده هيركب في الاكتاف، بحيث ان هيبقى شكلها بالطريقة دي. هجي في نص المسافة بالطريقة دي وهعمل هخيط الكولة. عند البداية يعني من بداية الدوران هعمل واحد سنتي بالطريقة دي علشان لما اجي اركبه في الاكتاف اعرف اركبه. بعدين هعدل الكولة وهعمل لها مقوى زي ما انا عملت في كل الاكوال بالشكل ده، وبعدين هنيجي نشوف نركبهم ازاي. دلوقتي هنشوف هنركب الكولا ازاي. هجيب الاول الصدر بالطريقة دي، ودي فتحة السبعة، وهجيب الكولا. وزي ما قلنا الكولا احنا ركبناها ازاي، خيطنا الاتنين في بعض كل طبقتين في بعض بالشكل ده من عند الدوران. لو تفتكروا احنا قلنا احنا بنقص كل كولا هنحطها على اربع طبقات، وهعملها بالشكل ده وهعملها مقوى. دي رقم تلاتة، هجيب رقم تلاتة الاول وهثبتها بالطريقة دي على بداية السبعة، وهجيب رقم اتنين وهثبتها من البداية بالشكل ده. طبعا ده مقدار الخياطة. وهجيب رقم واحد وهثبته بالطريقة دي. كده اكون
ثبت الثلاث طبقات وهخيطهم بالشكل ده. على فكرة ده كده وش الجاكيت، ده كده الوش، وهخيط بالشكل ده. بعد ما خيطتهم بالطريقة دي هجيب البطانة، ايد البطانة، وهحطها بالشكل ده وهخيط عادي خالص لحد ما اوصل للاخر. بعدين هعمل التن، بعد ما هخيط التاني هتني بالشكل ده وهخيطه بالطريقة دي. بعدين هعمل خياطة التثبيت على الكولا في البطانة بالشكل ده، في البطانة والجاكيت الاتنين مع بعض، لان هي الخياطة مش هتظهر لان الكولا هتبقى عليها. لحد ما اوصل للسبعة بس. وهعمل لها مكوة وهيكون ده شكلها. بعدين هركب الأمام في الخلف. الخلف أنا مركبة البطانة بتاعته بتاعت دوران الرقبة. طبعا دي أنا عملتها كتير خالص، مفيش داعي إن أنا أكررها وأطول الفيديو. ادي الأمام هخيطه بالطريقة دي، هو تركيب عادي. الشكل ده وهحط البطانة بتاعت الخلف على الأمام. ده كده الجنب اللي أنا بركبه، وهخلي مقدار الفتحة. لو مش عايزة يكون في فتحة ممكن تقفليه كله عادي خالص. دي الفتحة اللي انا بخيطها، مفروض كله هيكون معمول سرفلة. هاجي الناحية التانية برضه هلف الابرة بالطريقة دي وهثبتها.
ده الموديل بعد ما تشطب زي ما شفناه قص وتشطيب مع بعض. ده شكل الكولا وده شكل الكولا تشطيبها من جوه. ده شكل التاني. طبعا كله هيكون معمول سرفلة، بس انا مش بسرفل لان دي حاجات انا مش هستخدمها. ينفع تعمليه مقفول برضو. وزي ما قلنا احنا الجاكيت مفهوش مرد، فلو حابة تعملي له مرد وتقفليه بالطريقة دي ينفع برضو يتقفل. هتخلي زيادة المرد، يعني هتضيف زيادة المرد 2 سنتي او 3 سنتي من كل ناحية. ده شكل الكم بعد ما تعمل مكوى. هو شكله شيك جدا. ايه ده شكله. دي الاسورة برضو هتتقفل بالطريقة دي. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان يكون نال اعجابكم، واتمنى ان تكون طريقة سهلة واكون قدرت اوصل لكم المعلومة بسهولة.